في أحدث اتهام للسلطات التركية، تقرير دولي موسع نشرته المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود اتهمت فيه أنقرة بدولة المافيا واستخدام الجريمة المنظمة لأغراض سياسية تخدم مصالح حكومة حزب العدالة والتنمية. هذا التقرير يأتي بعد تصريحات مثيرة للجدل أطلقها زعيم المافيا التركي سادات بكر، الداعم سابقاً للحزب الحاكم، زاعماً تورط مسؤولين حكوميين مع المافيا. وكشف التقرير الممول من قبل وزارة الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأنتربول أن معدل الجريمة المنظمة في تركيا مرتفع جداً، وجاءت أنقرة في المرتبة 12 بين 193 دولة وفق معدلات الجريمة المنظمة. فكيف طورت المافيا التركية نفسها؟ في السبعينات والثمانينات بدأت العصابات تجارة السلاح والمخدرات بشكل غير منظم، وحاولت إبعاد الشبهات عن العلاقة بالنظام، إلا أنه في العام 1996 ضجت تركيا بفضيحة من العيار الثقيل، إذ استفاقت مدينة سوسرلوك على وقع حادث سير مريب بين شاحنة وسيارة تقل نائبا في البرلمان يرافقه نائب رئيس قسم شرطة اسطنبول ومعهما زعيم مافيا، مما أكد العلاقة بين الحكومة ورجال المافيا أو على الأقل تورط شخصيات سياسية مع العصابات. بعد الحادثة اقتحمت المافيا المشهد السياسي التركي وباتت أداة تصفية للمعارضين والصحفيين في البلاد وخارجها. مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم تراجع نشاط العصابات بشكل ملحوظ، وزجت أسماء كبيرة في السجن كزعيم المافيا علاء الدين شكجي ليخرج بعد سنتين بعفو عام بسبب جائحة كورونا. أما سادات بكر زعيم المافيا الأشهر الملقب بأبو المافيا التركية فأمضى 10 سنوات في السجن بتهم عدة أبرزها تأسيس منظمة إجرامية. بعد خروجه سوق نفسه كرجل أعمال مقرب من الحزب الحاكم، ورغم تأييده الشرس لأردوغان هرب بكر بشكل مفاجئ من تركيا ليستقر في دبي، وبدأ بنشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزعم فيها تورط شخصيات مقربة من الرئيس التركي بجرائم قتل وتجارة مخدرات. وذهب بكر بإدعاءاته إلى أبعد من ذلك، إذ أطلق تصريحات خطيرة تفيد بأن المخابرات التركية أرسلت دعماً عسكرياً لجبهة النصرة عبر شركة صادات، كما عرض أدلة تشير إلى تورط الحزب الحاكم بتهريب الأسلحة إلى المتشددين في سوريا. السلطات التركية سارعت ونفت مزاعم بكر، وتحدث أردوغان عن مؤامرة دولية تحاك ضد تركيا، ولاحقاً أصدرت المحكمة الجنائية العليا التركية قراراً باعتقال بكر. في حرب المافيات لا حق ولا باطل، يبقى للأيام أن تثبت مدى تمدد العصابات في مفاصل الدولة التركية.